او نتيجه فخلقه فزوجه، والا ان تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عظيم. وده اللي حاصل دلوقتي، ان في فتنه كبيره جدا وفساد كبير جدا بيرجع على اولادنا وبناتنا اللي احنا بنغالب المهور عليهم وبنعبد. بنتي اول واحده بتتضرر لما انا بغالي في المهر وامشي كل عريس يجي لها عشان انا مش قادره. في ناس معينه، بيوت معينه، الشباب مش بيقربوا لها عشان عرفوا ان الاهالي عايزين حاجات معينه ما بيقدروش يجيبوها. فانا كده ضريت بنتي من غير ما اقصد ان انا غالب في المهر. ثانيا انا بعدت عن الكلام اللي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام ان انا اركز على الخلق والدين. دلوقتي انا بقول العريس هيجيب ايه؟ هيجيب لي كام؟ هيدفع قد ايه؟ هيجيب لي كام جرام ذهب؟ هيجهز كام اوضه؟ فبنتي سالت عليه هو انسان كويس ولا لا؟ هل هو صالح ويسوق بنتك ولا لا؟ هل اللي انت هتجيبيه وتديه ده كله وتوديه وتحمله وترهقي الاب زياده عن طاقته وترهقي نفسك، هل هو هيصومه؟ هل بنتك هتعمر ولا لا؟ هل هيبقى فيه بركه؟ ما هو الرسول برضه لما قال هو لا ينطق عن الهوى، هو قال ايه؟ اقلهن مهرا اكثرهن بركه. يعني اكتر زيجات قليله وبتتساهل في المهور ده مش عيب. دلوقتي اصبح عندنا عيب. احنا الاصل في الاسلام عندنا التيسير والتسهيل في نفقات الزواج، لكن العادات القليل السيئه اللي هي زياده نفقات الزواج دي عادات احنا اخترعناها ومشينا عليها وبقت عاده. المغالاه، المباهاه، التقليد. ما اقدرش، بنت عمها جالها، جيرانها ما جالهاش، احنا بنقعد نتخانق على الشبكه اللي العريس بيبيعها تاني اسبوع بعد ما يدخل. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بنفضل نتخانق على 150 جرام، على 200 جرام، وهو العريس بيجيب لنا بياخدها بعد اسبوع. يبيعها يحطها في مشروع يفشل، ياخدها في حما تاخدها تحطها عندها في الدولاب تحرم مرات الابن منها. طب انا كأم اكون واعي، انا ليه اوقف زيجة بنتي او جواز بنتي علشان خاطر الذهب؟ ندخل على الجهاز، هو انا لازم اجيب اطفال؟ طب هو انا ضامنه ان ربنا هيديهم اطفال بعد ما يتجوزوا على طول؟ طب يعني مش كل الناس دخلت غرف اطفال، مش لازم اجيب؟ ده في ناس بتجيب تلاجتين دلوقتي من الجنان اللي بيحصل، تلاجتين وفريزر